شغال في التدخين متعب. شو مسوي لعل؟ شو انا احسن منك؟ الدنيا صعبه مو؟ منو اخوكم الثالث هذا؟ ذاك المحامي. ما شاء الله. وانت شنو شغلك؟ انا خريج جامعه بغداد. شنو تشتغل؟ شنو تشتغل؟ لا شنو تشتغل هسه؟ البس نسائية. حلو. وين يا منطقه؟ بالعظمية. حلو يا شارع. اسوي لك اعلان دتحي. اعلان؟ اسم البيت فاتنة بغداد. الله يرزقك ان شاء الله. الله يسلمك. بس المحل بشارع سهام بالتقاطع مع الضباط. الله يرزقك ان شاء الله. انت شلون تشتغل؟ مدير بمصرف يعني. مدير بمصرف. احمد حلمي من يجي يريد يشتغل مدير مجلس اداره. شلون كل شيء خطيه يعني على قد حاله. مدير مصرف اي شيء على المهم موجود لقيناه اشتغلنا على قد الحال. على قد الحال لقينا وزير بس مو ذيك السلطه قويه. ما عجبته. ما بيها حمايه وايد. ما بيها خبزه زين. شنو شغلك؟ سهل او صعب؟ شنو مسؤولياتك؟ يعني تجاره خارجيه اعتمادات. زين شوي نفتر هيجي نفتر صح؟ عاشت ايديكم. زين شنو الصعب بشغلك؟ والله هو كله ارقام يعني تتعاملين انت يعني الغلطه بروح؟ اي يعني تجار وكله بالخارج واستيراد وتصدير وبنك مركزي يعني الله يرزقك ان شاء الله. الغلطة تودي مدى أقول لك بروح بروح. زين أنت شنو الصعب بشغلك؟ أنك تختار البضاعة ولا أنك تقنع زبونك؟ كل شيء أنه أنا عندي يعني أنه مو هذا شغل ثاني. شو هي؟ أنا منتي من نقابة الفنانين غناء. حلو. أسمع صوتك. أي أتشرف. بس قبل اللقاء أكو هدية لو لا؟ أنت شو تقول؟ أنا وجه هذا الحلو ينطي هدية لو ما ينطي؟ أنت جاي على هدية لو جاي تشارك وياي؟ شنو؟ جواب ما اعتقد هذا الوجه. ايش فيك وياي؟ شو سويت لك؟ بالعكس شو شاد علي؟ بالعكس والله اصلا احنا من داعم يشتري مبين ومنيت اشوف دعم. وين الدعم؟ من سولف بعد هاي الحلقه دعم والله. الله يسلمك. انا راح اطش وراي الحلقه. والله وسع عليك. انا راح اطش وراي الحلقه. انا راح اطششك. ليش مو انا اطششك انت ومحلك وصوتك؟ تاخذيها اهم شيء البيج فاتنة بغداد. اي منو راح اذا انت راح تطششني ليش تقول البيج؟ احسولك خصم؟ خصم تنطيني ملابس تنطيني اجوري وتنطيني اجوري وتنطي خصم المتابعين. يلا جي المتابعيت فاهم الدلال غلط انت بس كون يعني بيع زينه مو هيك والله عادي تسال علينا خسرنا. اسمع صوتك. مثل نجم وندور نضوي باسمك دلال شفته ما ذكرك بينا دشوف شراع عمر الكسر اجفاك اجروج واخذ كل السفينة رغم هجرك حبيب القلب وافاك ترى الغيرك ولا ان مدت ايدينا قلبي ما صبر صدق بلياك اذكر طيبته واذكر حنينه حبيب وداعتك من يوم فرقاك من قد البيتي بعدك عمينه. الله شنو هالابداع. انا حتى ششتو انت. انا حتى ششتو. انا ما احكي لازم اشوف حشمه بس خلي اقول لك انا ما احكي. انا اللوجو شاركت لك سمعيني شعري. لا قريت شعر نسيت بعد ما عندي شعر. اي شيء لازم والله قريت بقى يعني على حظي اول مره بحياتي اطلع وياك مدخلي يا فشله الفشله متابعيني خلي الذكر يلا انت كان شعر وتتبدي هذا حمزه يلا انت كان شعر تقولي وراي يلا يلا الدوران على حمزه يلا عاف الحلقه دا يصور فيديو تدور على يلا سمعني قلت الماي يصعد للسماء وتالي يطيح اوكي الصوت بيه واعترف اي قصرت حلفوني بعيني ما قلت الصحيح وحلفوني بعينك وما كذبت حلفوني بعينك وما كذبت شلون انطوني هديه بالنسبه للمشاركه يعني على اساس سمعيني اسمع اسمع يلا حتى لو حي محامي خل تشذي عليه لا العفو اول مره احس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك هو اللي روحه ضده جابه على النسيان انت تخونها وما تعرف تخونك الله اكبر ليش فدوه هذا انت واخوك بيناتكم ما علي يعني العفو هذه هديه مقدمه من الشهير للصناعات الغذائيه وهذا مبلغ مالي ايضا ايضا مقدم ساعه تحسين عليه ساعه من والله يومكم بخير نتراهل من راح يشتهر اكثر بالعراق اني لو انتم اني لان انت ببرنامج اني
شهرك. لا تشوف انت بعد لا عموما هذا الشهر بعد هاي الحلقه انا تشرفت. الله يفتحها ابو جبل.